الرافع متواصلين باللقاءات الميدانية. يقف بجانب الكابتن محمد سهلاوي. رحب فيك كابتن محمد. اليوم شاهدنا الفريق النصراوي يحصل على الأهم وهي الثلاث نقاط، ولكنه لم يحضر بالمستوى، ما زال النصر يظهر بمستوى أقل من ما يريده جماهيره. وش اسمه، الحمد لله أهم شيء ثلاث نقاط. تعرف الأجواء يمكن اليوم ما ساعدنا كرة قدم يعني، بس الحمد لله كان جيتنا الإحسان أن ناخذ ثلاث نقاط، والحمد لله مبروك لنا، هارد لك فريق الهجرة. جميل، نتحدث عن هذه المباراة في مجرياتها. محمد، شاهدناك أيضا تشارك في الزج الهجومي، اليوم كان في يعني ضعف في الخط الهجومي، ما كان في وصول كثير للمرمى الفريق النصراوي بعكس الفريق الهجراوي اللي وصل تقريبا خمس مرات على المرمى. وطبعا الشوط الأول كان الهواء معنا، ما استغلنا الهواء معنا. الشوط الثاني الفريق الهجراوي استغل الهواء لصالحه، جت أكثر من فرصة، الحمد لله هو الفوز أهم شيء ثلاث نقاط، والحمد لله على كل شيء. احتجتوا فترة طويلة كما ذكر السيد كارينو أنكم تخرجون من خسارة الهلال في كأس ولي العهد، يعني السيد كارينو ذكر بأنه يتحمل جزء كبير خاصة بعد خسارة الهلال بأنه لم يخرج الفريق من هذه الخسارة وهي خسارة كأس ولي العهد. طبعا يمكن المدرب معانا يعني في الخسارة والفوز، يمكن يتحمل جزء كبير الفترة الماضية، يعني نحاول الفترة هذه نحسن المباراة هذه والمباراة الجاية. الحمد لله يعني تحسن الترتيب من اليوم. ان شاء الله نفكر في الجاي نحافظ على المركز هذا ونحاول ما نخسر نقاط يعني. على الجانب الشخصي محمد، انت بقى لك تقريبا الموسم القادم في عقدك مع الفريق النصراوي، كارقام من خلال هذا الموسم تحقق ارقام جيده، 8 اهداف، 5 اسيست كصناعه ايضا اهداف. انت راضي عن ما تقدمه مع النصر؟ بالعكس، كل واحد يوصل لمرحله يعني معينه يتمنى مزيد اكثر من كذا. ان شاء الله الفتره الجايه يعني اقدر اساعد زملائي اللاعبين واساعد الفريق احقق شيء يلغي في نادي النصر، وان شاء الله يكون موسم نجاح يعني. قادرين تحققون بطوله بهذه العناصر اللي موجوده حاليا في النصر؟ احنا الفتره الماضيه كنا مقدمين مستويات كويسه، تعثرنا فتره بسيطه، احنا راجعين ان شاء الله مستوى المعهود ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق محمد. شكرا.